صباح يا سيدنا. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعال يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. طول يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وش كده غسلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بعرف انا استقبالي. اهلا. شفت فريق الطنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انت فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي ابو راشد يلا. انا انجز بس البنات. سلام سلام. خلاص مجريتها عندي. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك تلات ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك جيت. نعم. انا على لحم دماغي من الصبح، بقالي تلات ايام. تلات ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرأة ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وعلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثقوا براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو. كان اي سبيك تو سو ابي؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوزه اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينج تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. Okay, can you tell her that I phoned her? Who's speaking, please? It's Mr. Joe. Mr. Joe? Who are you? This is Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want a blue formal suit. Hard. أنهي بروفيو عنده ميت واحد معلش حبيبي حقك عليا جوعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفاية انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول مش لما نجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله يا حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم مش هنعمل ايه بقى هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه على ميعادنا طب في ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غني ماشي يلا مع السلامه ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني هتجيبها لي امتى؟ تصبر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف انك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله إذا كانت حلوة وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر حاضر يا كبرنا تشرب شاي؟ أشرب شاي بس كده خلص أكل واعمل لنا الشاي مش دلوقتي يعني؟ أيوه ماشي الشاي الاخضر يا مدام ثانك يو يا سالي تأمريني بحاجه قبل ما امشي لا يا حبيبتي فيكي ايه من دول متغيره كده فيكي حاجه ار يو ان لاف لا لاف ايه بس ما فيش الكلام ده انت هتتكسفي ولا ايه وبعدين حتى لو ان يو ان لاف مش هتعرفي تخبي الشو ان يو كانت هايد ات يو جلوينج ايه ايه جلوينج دي انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها glowing يا سالي يعني you're shining تلمعي ملمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين يا شيخه طيب روحي اعطيني المحفظه اتفضل ثانك يو خدي دول ايه دول يا هان دول كادو مني عشان انا اي لاف بيبل هو ار ان لاف شكرا يا هان والله مغرقاني بكرمك بقول لك ايه اور لايف از شورت اوكي هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير So, if you're in love,
وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكرة. جود نايت. الوحش اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي، ربنا يستر علينا. انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادة يا كبير. عسل شكرها. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بس بقى ست زي ما بقولك، أنا راجل كسيب وصنعت مكفي وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقولك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فتون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموعة 98 وكنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد عشان أعالج أبويا وأمي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. اصل يا مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجة مهمة أنا ما ينفعش أخبيها عنك. مالك يا سلفي؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون أنا يهمك. أنا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي هتشوفي. يا باشا يسمع تعالى. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا. والله خطوه عزيزه يا باشا. يا صفو شي معايا عزمه دي؟ اه انا بس بقى كان على هناك. ايوه يا بنت تحاسبي يا بنت. ايه يا عاميه؟ يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم 2 ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده. ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده.
ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ هيسامحكم انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الامان اللي انت ملبساها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال. انت قليلة الادب يا فتحية. انا قليلة الادب يا فتحية. علي هتصحى يا راجل؟ يا خرابي ده انت مش نايم، انت مغمى عليك؟ ما تصحى يا علي، في خناقه بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود، ايه عسليه؟ حاسس اللي بناها كلها تعرف مقام ومحدش يقف قدامه، واللي يشوف حاجة يجي وانا وري مقامه. من النهاردة فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمة ابويا. المطوة دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل إلا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك هو يا يلا. هارون رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا الاسمر قوة. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجه، حدش له كلمه. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك مبروك على ايه؟ على الجرسه؟ هو انت ما بتحسيش؟ حيلك حيل، هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بيت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغ في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيد الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد ومالكيش فيه. طب وانا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. يلا ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ كل سنه طيب. مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. عمر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. حسام المهداوي المحامي، ألف سلامة. بقولك ايه، ما تيجي برا الياسر يتكلم كلمتين. كلام ايه؟ انا ما عنديش كلام. لا. انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس. معلش تعالى نجمع. ألف سلامة. معلش، ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خش سيجارة. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟
انتوا مخرجيني عشان تهددوني برا باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد ولا هشفقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعمل مع مين. خد بالك ده انا عوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خدك من هنا، يلا يلا يا حاج، يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شطان، تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله، بس أنتي زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت، وانا ربنا اخذ مني نعمه النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاه؟ تعالى يلا. لا مؤاخذه، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوه انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج؟ خلاص كده من لاقي احبابه ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يا ابو. اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلب ابيض. وانا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. معلش ازاي ده انا؟ ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضه علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تساليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفه لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكايه. حكايه؟ أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى لناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا توني؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا مؤشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. أبو هناء معزوم. معزوم؟ أنت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات. وماله؟ خلينا أب فرش، خليها تقلب دماغها. لا وأمانة ربنا كمان أبو هناء عم الجدعنة. كمان. مساء الخير عليك. مساء النور والجمال والهنا. احنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه، اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي.
يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بزوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي اقول لي يعني وانت صحيح لقيت شغل زي ما فتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات. وتعالي نشوف هنرتب ايه لفرح اختك. ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل. راجل كسيب. مش بلطجي. يا نهار ابيض طلعت حرقه قوي يا جدعان شكلها هي الونش مش انا
صباحه. صباحه يا سيدنا. ايوه 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 هو ده. استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح. طول يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وشي كده يا سلية؟ عايز ايه علي على الصبح؟ بعرف انا استقبالي. اهلا. اهلا. شفت فريق الطنطا قدامي كان لاقي عسلية. متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انتوا فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده، انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي. ابو راشد. يلا. يلا. انجز. بس البنات. سلام. سلام. عراسة. مجريتها عندي. عراسة. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات تحت امرك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك تلات ايام غطسان طول، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوه اقول لك قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك ليك. نعم. انا على لحم دماغي من الصبح. بقالي تلات ايام. تلات ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرأة ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه. ايوه. عمر. احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثقوا براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو 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 كان اي سبيك تو سو ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوزه اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينغ تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. Okay, can you tell her that I phoned her? Who's speaking, please? It's Mr. Joe. Mr. Joe? Who are you? This is Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally, I want a blue formal suit. Hard. أنهي بروفيو عنده ميت واحد معلش حبيبي حقك عليا جوعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفاية انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول مش لما نجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله يا حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل الدنيا عربوني 2000 جنيه استفدت معهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهربائي العويل اللي كان قبلي ده حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم مش هنعمل ايه بقى هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه على ميعادنا طب تناول زواغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غني ماشي يلا مع السلامه ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني هتجيبها لي امتى؟ تصبر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف انك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله إذا كانت حلوة وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر حاضر يا كبرنا تشرب شاي؟ أشرب شاي بس كده خلص أكل واعمل لنا الشاي مش دلوقتي